كنجم في الدجا ومضت كبرق في السماء. عدستنا ملأت فضاء الإعلام من خير النما. نقلت لكم أبهى الصور، رصدت لكم أسمى العبر، رسمت طموحا باذخا ولشاشة المجد تاما. ها نحن قد جئنا هنا، في كل مؤتمر سنة، معكم بكل مناسبات مثل غيث قد هام. ومضت كبرق في السماء، نحن هنا نحن هنا. حياكم الله. انتقل مايك نحن هنا من الرياض، وهو الآن موجود في مدينة أبها. الأجواء تتحدث. أنا ألتقيكم من هنا من سكيلاين وأنقل لكم انطباعات المصطافين وفرحهم بالأجواء وبالفعاليات. حياكم الله. معكم بكل مناسبات مثل غيث قد هام. ومضت كبرق في السماء، نحن هنا نحن هنا. الله يحييك، واحنا سعيدين جدا بتواجدكم ومشاركتكم معنا، الله يعطيكم العافية. طبعا سكي لاين فعالية ترفيهية متواجدة في منطقة خميس مشيط على طريق المياه للسنة الثانية على التوالي، وهي فعالية مميزة وفريدة من نوعها، حيث أن الألعاب الموجودة فيها صديقة للبيئة وتتناسب مع جميع الفئات العمرية. على سبيل المثال عندنا أطول زحلقة في المنطقة، عندنا الزيبلاين، عندنا برضو أطول رجوحة والعجلة، كثير من الألعاب اللي فضل متميزين فيها. فنشوف يعني الابتسامة على الزوار كبيرهم وصغيرهم، وأنه الناس كيف مبسوطة في المكان. فهذه باختصار سكي لاين. أنا منبهر من ما شاء الله تبارك الله الفريق التنظيمي، وأنت مدير الفريق التنظيمي الشباب السعوديين وأيضا الفتيات اللي موجودات، يعني كلمنا عنهم. برضو احنا معنا نخبة من الشباب والبنات السعوديين، واللي برضو وفرت فرص عمل كبيرة لهم في موسم الصيف، بحيث انه برضو يتعلمون ويستفيدون ويستغلون اوقاتهم، يستثمرون اوقاتهم بالشكل المناسب. فاليوم يعني احنا حريصين على انه يطلعون بافضل صورة، بالترحيب بالزوار، باستقبالهم، معرفتهم المناطق، والفريق جدا يعني متعاون. وهذا اللي نطمح له، انه الزائر في النهايه يشوف شيء يعني يليق فيه ويناسب احتياجه في المكان هنا. اخر شيء بنتكلم على الشراكه بين سكي لاين وشبكه المجد، شلون شفتها؟ يعني احنا سعيدين جدا، شبكه المجد يعني جمهورها ومتابعينها مميزين وحاضرين دائما، سواء على يعني الشبكة أو الشاشة أو يعني في الميدان. فهذا شيء يعني يعني لنا الكثير، والمشاركة كذلك في بين المجد وبين سكي لاين أثمرت نتائجها، في أنه فعلا الزائر يشوف شيء يعني يتناسب معه من نوعية الفعاليات وجودة المكان. فإحنا مرحبين فيها، والله يعطيكم العافية ومحيين فيكم. الله يعافيك، يا هلا وسهلا. لكم أسمى العبر، رسمت طموحا باذخا ولشاشة المجد تاما. ها نحن قد جئنا هنا، في كل مؤتمر سنة، معكم بكل مناسبات مثل غيث قد هام. كيف حالك؟ الله يحييك ويبقيك. تمام الحمد لله. كم عدد الشباب اللي معك في التنظيم؟ عندي 8 أفراد في المنطقة الوسطى كاملة. إيش طبيعة عملكم بالضبط؟ طبيعة عملنا طويل العمر، عندنا الإرشادات حق الزوار تمام، عامة في المنطقة الوسطى، الألعاب، التكتات، تشمل التكتات، تشغيل الألعاب تمام، المطاعم، الكافيهات، كامل المنطقة الوسطى هذه كاملة. جميل. طب تعرف الزوار اللي جايينكم جايينكم من وين؟ صار في علاقة أكيد ما بينكم بين الزوار اللي يزوركم بشكل دائم؟ اي نعم أكيد، عندنا زوار من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، اللي هي تبوك، الجدة، الرياض، المنطقة الجنوبية، المنطقة الشمالية، جميع المناطق.
انتم مستمتعين بالاجواء اكيد. هي اكيد نعم. ايش تقول للناس اللي قاعدين يتابعوا اللقاء؟ اول شيء يشرفونا ينورونا، واحنا مبسوطين في منطقه الجنوب عام وسعيدين مره، وحياهم في اي وقت في منطقه سكاي لاين. تعرف عليكم من وين؟ عمر الناشري من القنفذه. حياك الله يا شيخ عمر، ما شاء الله تبارك الله، كم لك في المنطقه هنا؟ والله اليومين. لك يومين؟ نعم. ما شاء الله اليوم امطار واجواء حلوه، واليوم اخترت سكاي لاين انك تجي فيها. الحمد لله والله دخلنا على الطقس وشفنا الاجواء طيبه، والشباب يصورون لهم اسبوع يعني ما شاء الله، اخويان اللي راحوا قبلنا، وكان ما شاء الله الاجواء حلوه جدا يعني، والحمد لله توفقنا في اليوم وجات اجواء طيبه. طيب انت اخترت مكان حلو ما شاء الله تبارك الله ومليان في الالعاب، الاطفال اللي حيلعبوا ولا حتشاركهم؟ لا كلنا راح نلعب اكيد، انا وعيالي كلنا راح نلعب اكيد. من البنوته ما شاء الله. هذه فرح بنتي ما شاء الله. الله يجزاك. كيف حالك؟ طيبه. استحي. كم قاعدين في المنطقه من يوم؟ والله لنا يومين الحين، وان شاء الله راح نزود مع الاجواء الطيبه هذه راح نزود اكيد. زياره ممتعه. تعرف شيء من فواكه المنطقه هنا؟ لا والله ما اعرف يعني، ما والله اني ما اعرف. اعطيك واحده وانت حاول تجيب واحده، ايش رايك؟ طيب التين الشوكي البرشومي يعني. البرشومي؟ ايوه. وانت جيب واحده ثانيه. طيب العنب قول. يلا ماشي حلو. اطمعنا نبغى واحده ثالثه. قول الطماط عندهم والبطاطس بعد اذكر. الرمان. الرمان صحيح. الله عليك ما شاء الله تبارك الله، زياره ممتعه للمكان ان شاء الله. يسلمك حبيبي وشاكرين لكم على اللقاء الطيب هذا. يلا نتعرف عليكم. من اي منطقه؟ على ابو الغيث عيسى من منطقه جازان محافظه صبيه. والله ونعم منورين سكاي لاين. اولا حياك الله في برنامج نحن هنا. كلمني كم يوم قاعدين وايش الفعاليات اللي حضرتوها؟ والله لين الحين احنا اليوم تونا جايين، بس ان شاء الله اليوم الجدول عندنا اليوم سكاي لاين، بكره ان شاء الله بننزل القرعه بنخيم فيها، وان شاء الله ثالث يوم بنروح جهه السوداء بنخيم هناك، وان شاء الله ثالث يوم راح ننزل الديره ان شاء الله. نبي نتعرف على اللي موجودين معك. من البنوته هذه ما شاء الله؟ هذه ابنتي الوسطانيه شريفه. ما شاء الله شريف، وكيف حالك طيبه؟ وفي واحده هناك تحت نبغى نشوفها يا شيخ، نبغى نشوفها نتعرف عليها. ايش اسمك؟ لذيء. ما شاء الله مبسوطه هنا في سكاي لاين؟ ايش لعبتي حتى لو انا لسه ما بديتي تلعبي؟ لسه ما بدات. طيب شيلي هذا شويه كذا. اسمك مره ثانيه؟ لذيء. ما شاء الله، ايش الالعاب الحلوه اللي لعبتيها ولا لسه ما بديتي؟ لسه ما بدأت. طيب كم حتلعبي لعبة؟ 3 4 10 20 100 200 ايه؟ احلمي قولي الرقم اللي تبغيه. 5. الله، هذه تحب ابوها ما تبغى تكلف عليه كثير ما شاء الله. طب اخترتي الالعاب؟ لسه. خلاص تاخذي لفة بعدين تختاري الالعاب، ايش رايك؟ ايوه. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ محمد. محمد كم حتلعب لعبة اليوم؟ ثلاث العاب؟ ايش معنى ثلاث العاب؟ ليش ثلاث العاب؟ بس كذا. يعني ما تبغى اكثر من كذا؟ حتى لو قال لك اكثر من كذا عادي ولا؟ لا. ثلاث العاب. انت جاي محدد من البيت انه ثلاث العاب. اكثر من كذا لا. عندك مشاركة طيب؟ لا. ما عندك مشاركة؟ انا ابغاك تبدا في المشاركة عشان اقول لك بصوت عالي اوريك اياها. ها تذكرتها؟ شيد الوطن. يلا قول. صابعي المجد والعليا مسجدي لغاية السماء وارفع للفا الاخضر افن النور سنطلب يا الله اكبر يا وطني وطني ارفع مستلمين عاش الملك المعلم والوطن. مدتكم اسم العبر رسمت طموحا باذخا ولشاشة المجد تاما. ها نحن قد جئنا هنا في كل مؤتمر سنة معكم بكل مناسبات مثل غيث قد هام. نتعرف عليك؟ ابراهيم تركي من الرياض. حياك الله، منور اليوم في سكاي لاين، كيف ابها والاجواء اللي فيها؟ خرافيه والله. حول الرياض ولا بعيد عنها الاجواء؟ بعيد مره. بعيد مره. طيب اليوم جاي تبي تلعب في الملاهي، اخترت الالعاب اللي تلعبها ولا توك؟ لا توي. توك تبي تشوفها؟ ايه. طيب انت من النوع اللي يحب الالعاب الخطيره ولا الالعاب الخفيفه كذا؟ كلهم. كلها؟ ايه. ابشرك ما في اي لعبه خطيره هنا، كل العاب صديقه للبيئه وامورها طيبه. كم بتقعدون يوم؟
اسبوعين. اسبوعين في ابها. ايه. وبعد كذا وين بتروحون؟ نرجع. عشان ايش؟ عشان المدرسة. قربت ها؟ ايه. يلا موفق ان شاء الله والزيارة ممتعة. يلا عفوا. تعرف عليك؟ محمد بن عبد الرحمن القحطاني من احد رفيدة تحديدا، سكان خميس مشيط. حياك الله، محظوظين ما شاء الله انتم بهذه الاجواء اللي تعيشوها بشكل دائم. شلون شفت المصطفين هالمرة؟ والله احنا سعيدين بكم هذا اولا، وحضوركم شرف لنا واضافة جديدة في المنطقة، والمصطفين ضيوف علينا كلهم، والله يحييكم ونستانس فيكم دائما. الاجواء هالايام لا في شيء مختلف ما شاء الله، قوة المطر والبرد والزين. والله الحمد لله خير على خير وربي كريم، والحمد لله حضوركم في هذه الايام كان متوافق مع الاجواء الطيبه، والله يديمها علينا وعليكم وعلى بلاد المسلمين. اللهم امين. طيب انت معك اثنين نبي نتعرف عليهم بعد يا شيخ. يا هلا والله مرحبا، قربوا قربوا قربوا. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ البراء. والله ونعم البراء. توك جاي سكاي لاين؟ توك جاي؟ توك داخل؟ ايه. طيب نظرت الالعاب شفتها تعرفت عليها الالعاب؟ لا والله. توك؟ ايه. يعني ما حددت كم لعبه بتلعب حتى الان؟ ايه. كم لعبة؟ هاي عطنا رقم كذا وارفع فوق، ارفع فوق عادي. 5 مليون لعبة. نعم؟ 5 مليون. 5 مليون لعبة؟ هذا معناته انك بتلعب اللعبة الواحدة اكثر من مرة ما شاء الله. تعرف عليك؟ عبد الرحمن محمد القحطاني. والله ونعم يا عبد الرحمن. عبد الرحمن نحن ضيوفكم اليوم، تمام؟ شلون عايش مع الاجواء الحلوة هذه؟ والله شوف انت لما جيتوا والله فرحنا اكثر شيء، سعدنا بكم كل شيء والله. ليش الناس يحبون المطر؟ والله شوف من الصدق لانها كذا على يجي جو حلو مزبط كذا، ولما يجي المطر ينحاشون. اي والله. طيب انتم عندكم ما شاء الله انتاج في المنطقه مره حلو، عطنا من الفواكه اللي مشهوره في المنطقه هنا. يا والله الصدق البرتقال. البرتقال؟ اي. غيره؟ التفاح. ايه. والتفاح حمط واسمهم وتين. ما شاء الله تبارك الله. فركس وكل شيء. والله انك شهيتنا كذا. ما شاء الله يعطيكم العافيه، ان شاء الله زياره ممتعه لسكي لاين، ودائما نشوفكم ان شاء الله. نشوفكم دائما في الربيع وفي الصيف ان شاء الله. الله يحييكم. الله يحييكم. يا مرحبا يا مرحبا. مناسبات مثل غيث قد هام، شاعت كنجم في الدجا ومضت كبرق في السماء، نحن هنا نحن هنا في كل مؤتمر سنة، معكم بكل مناسبات مثل غيث قد هام، شاعت كنجم في الدجا ومضت كبرق في السماء، نحن هنا نحن هنا. تعرف عليك؟ احمد محمد الناشري من مكه المكرمه. والله ونعم ما شاء الله تبارك الله، منور ابها ومنور الخميس كله بوها. ما يحتاج، النور نوركم يا بعد قلبي. اعطيني جدولك، تحركاتك في المنطقه، وين بتروح؟ وين بتزور الامان؟ والله المنتجعات السودة، الحبله، الاسواق، منتجعات الملاهي. نيتك تقعد كم يوم ما شاء الله؟ والله ان شاء الله على 4 ايام، 5 ايام، 6 ايام. طيب اول ما نزل المطر ايش شعورك؟ ما يحتاج، ما يوصف الشعور والله، ما يحتاج والله يا قلبي. طيب لما تروح المنتزهات برا تطبخوا وتخيموا؟ لا والله مرات مرات لا، على حسب الاجواء المطره دي. شكلك تعرف تطبخ. والله محتاج محتاج. ايش اكثر شيء تضبطه طيب؟ كبسات السعوديين كلهم. مره كبسات يا قلبي. طيب جربت الفواكه في المنطقه؟ الله كيف ما جربنا. ايش اكثر حاجه تحبها؟ والله التين. 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 اليوم معك الابناء الله يحفظهم ما شاء الله تبارك الله، توهم هذول ما يلعبوا في الملعب. ما يلعبون والله لسه. يتفرجوا يشوفون الاجواء، يشوفون الاوضاع، الامطار، المطر، الاجواء الحلوه. زياره ممتعه ان شاء الله، وترجعوا مكه على خير. اللهم امين ان شاء الله. عفوا العفو يا قلبي. معكم بكل مناسبات مثل غيث قد هام، شاعت كنجم في الدجا ومضت كبرق في السماء، نحن هنا نحن هنا. تعرف عليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اخوكم مشعل القحطاني من محافظة سرات عبيدة. ما شاء الله حنا ضيوف عندك، علمنا وين نروح في المنطقة وايش الاماكن اللي نزورها. اولا فكل التحية والتقدير لقناة المجد وعلى هذا التواجد، ويعني مواكبة هذا التطور السياحي اللي في المنطقة الجنوبية حقيقة، اللي
اللي يسير وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق ما يبذله سمو سيدي اللي هو أمير منطقة عسير حفظه الله، فالله يكتب أجركم ويجزاكم خير. من ناحية الأماكن السياحية، في كثير من الأماكن السياحية في المنطقة، في منطقة عسير، يعني عندكم الآن هذا المهرجان، عدد من المهرجانات في طريق المياه، هذا اللي نسميه طريق المياه. في عندنا منتزهات جميلة جدا مثل منتزه الحبلة، السودة، جهة النماص وتنومة، يعني منتزهات جميلة حقيقة. وزي ما تشوفون يعني الواقع خير دليل وشاهد، الأمطار والجو الطيب والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله يحيي. طبعا أنتم جايين على سكي لاين ومعكم تذاكر، والتذاكر مع مين يا ترى؟ ها؟ تعال يا شيخ عبد المجيد، تعال تعال، قول اسمك مرة ثانية. اسمي عبد المجيد مشعل ثابت المغني. ما شاء الله، أخذتوا التذاكر؟ ايوه. النية وين؟ على أي لعبة؟ نزور الألعاب كلها. ها؟ كل الألعاب. كم تذكرة حتى الآن ما شاء الله موجودة؟ عاد الحين بنشوف. بتوزعها بينكم، كم عددكم؟ أربعة ما شاء الله؟ ايوه. لكم جميعا؟ ايوه. طب ما اخترت لعبة حتى الآن؟ لا لا باقي. باقي ما اخترت؟ ايوه. طيب نشوف البنو، تعالي قربي يا بابا، تعرف عليكي؟ دينا مشعل المغني القحطاني. والله ونعم، كيفك مع المطر؟ حلو. حلو. طيب نحن بنختبرك شوية، يعني تعرف المنطقة عندكم فيها فواكه كثيرة ما شاء الله مشهورة، يعني أعطينا ثنتين منها. الكمثرى. أيوة. التين. الله ما شاء الله، أنا لو خليته بتأخذ أكثر من ثنتين. وين اللي توينه؟ وين راحوا؟ وين راحوا؟ تعالوا تعالوا بنزل عين. كيف حالك؟ طيب. شو اسمك؟ رعد. رعد إيش؟ رعد مشعل. رعد مشعل. والله ونعم رعد، انت ما شاء الله تبارك الله اليوم في مطر وفي رعود وانت اسمك رعد. بتلعب اليوم في الملاهي؟ ايه. سكي لاين حلوه ما شاء الله، كم بتلعب لعبه؟ كل كثير. كثير كثير. تحب الالعاب الخطيره اللي تطلع فوق ولا القريبه هذه؟ كلها. كلها. ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله. تعال 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 تعال. كيف حالك؟ ماشي مشعل. ايش اسمك؟ مشعل الثابت. انس مشعل ثابت. والله ونعم يا انس، شلونك؟ طيب تلعب اليوم في الملاهي؟ مبسوط؟ ما انت ببردان ما شاء الله، ولا الجاكيت حلو هذا؟ يلا قفل قفل الجاكيت عشان لا تبرد، قفله. ايوه عشان لا تبرد. تعال تعال قل لهم نحن هنا. هنا. قلها بصوت عالي، نحن هنا. نحن هنا. الاستاذ فارس السيد قائد فعاليه عالم مجد في سكي لاين، حياك الله، كلمنا عن الفعاليه. حياكم الله وبياكم، حيا الله، نحن هنا وسعيد جدا بتواجد معاكم. الصراحه فعاليه جدا جميله، اللهم لك الحمد. طبعا حضرنا بانتداب من قناه المجد 7 ايام، انتداب جميل ما شاء الله تبارك الله، الحضور جدا رائع. نتكلم ما شاء الله تبارك الله عن حضور يومي يتعدى 3000 كحضور في فعاليات سكاي لاين، وما شاء الله تبارك الله حضور جمهور المجد يعني يثلج الصدر كل يوم، اللهم بارك في الهاشتاجات، في السنابات، في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. الناس يعني ترسل لك مشاعرها، هذا شيء يثلج الصدر، يحملنا أمانة أكبر. يعني صراحة أنا ما أقول نفسي قائد، اللي معايا المجموعة كلها ما شاء الله تبارك الله، كل واحد قائد ما شاء الله تبارك الله. أتكلم عن الأستاذ وليد باصالح، أتكلم عن الأستاذ عبد الرحمن قاسم، مجد عبد الغني، عبد الرحمن عباس من خلف الكاميرا، مازن بحمدة، شكرا لهم، شكرا لجهودهم، شكرا لسكي لاين إنهم أتاحوا المجال إنه إحنا نقدم هذه الفعالية اللي هي عالم مجد، اللي بدأت من واجهة الرياض ثم انطلقت للنخيل في الرياض أيضا، حديقة النخيل، الآن في أبها وفي خميس مشيط بالتحديد في سكي لاين. صراحة الجو رهيب جدا، الناس متعاونة جدا. شكرا لمسؤولين هذه الفعالية، قدموا لنا الكثير لكي نقدم نحن مادة جميلة للجمهور لنبسط معاهم. شكرا للشباب كلهم اللي حضروا في خميس مشيط وقدموا هذه الفعالية، شكرا للأستاذ وليد من خلف الكاميرا وبالمايك، وأيضا للأستاذ عبد الرحمن عباس، يعطيكم العافية. معكم بكل مناسبات مثل غيث قد هام، ومضت كبرق في السماء، نحن هنا نحن هنا. تعرف عليك؟ سالم اليامي. والله من اي منطقه ما جايين ما شاء الله؟ جاي من نجران. جاي من نجران، جابتكم الاجواء الزينه جابتنا الاجواء الزينه والامطار والاجواء الخياليه ما شاء الله. وش جدولكم؟ علمني جدولكم في المنطقه، وين تروحوا من المنتزهات؟ اليوم من اول يوم نروح المنتزهات،
سواء الامتزاج الامير سلطان، سواء الحبله، سواء السوده. باقي اليوم زي ما انتم شايفين الاجواء جدا جميله. اليوم اخترت الملاهي تجي فيها عشان العيال ما شاء الله. بالله لان الولد مصمم على الملاهي من اول ما وصلنا. فالحمد لله كانت تجربه طيبه واجواء ما شاء الله. احنا علاقتنا بالملاهي لها فتره طويله من قطعه ولا؟ يعني تقدر تقول في المواسم. طيب انت تروحوا للسعوده، تروحوا للحبله، يعني تروحون كشته، ممكن تخيمون وتطبخون و... نعم نطلع اول اليوم وعزبتنا معنا، صلحنا غدانا، تمشينا، جاء العصرية كذا رجعنا، مرينا على الملاهي، مرينا على باقي الانشطه الموجوده في البلد. ما شاء الله اجازتكم كم في ابها؟ 10 ايام الى اسبوع، من اسبوع الى 10 ايام. ان شاء الله موفقين واجازه ممتعه، بس متعرف على الولد بعد اذنك. تفضل. يا هلا والله مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ حسين سالم. والله ونعم ما شاء الله، مبسوط في ابها؟ يلا. اليوم مطر عاد ما شاء الله، بس نضبط امورك انت بالجاكيت. طيب. ايه. كم بتلعب لعبه اليوم؟ هذه كلها هذه. ما شاء الله كلها، هذه بينها كم تذكره تتوقع؟ ولا انت ما تفكر بالتذاكر؟ الله يطول بعمره بيدفع. تحب الالعاب الخطيره ولا الالعاب الخفيفه؟ كلها. اكيد ما في خوف من الالعاب الخطيره. لا اله الا الله، بدي اعدم ورانا. يلا ان شاء الله الله يوفقك، ان شاء الله بتتمتع باجازتك. شكرا. شكرا. نتعرف عليك. ساطي العتيبي من الرياض. ونعم ما شاء الله تبارك الله. توكم جايين ولا لكم فتره في ابها؟ والله تقريبا لنا يومين تقريبا. لله يهديك. قبل ما تجون لابها كان الجدول واضح لكم، التنقلات وين بتروحون وين تجون، ولا تجون هنا ثم تخططون؟ والله ما شاء الله تبارك الله المنطقه يعني كل سنه افضل من السنه اللي بعدها. اول كنا مسوين يعني برنامج معين، لكن الحين ما شاء الله كل يوم نكتشف شيء جديد ما شاء الله تبارك الله، فكل يوم نطلع لمكان معين. يعني المنتزه اللي تروحه دائما، الحبله، الفرعه، السوده. والله الحبله وبعدين السوده وبعدين منتزه الامير سلطان، يعني في اكثر من مكان. يعني من الناس اللي اذا راحوا المنتزه تطبخون غداكم وعزبتكم موجوده؟ اي شيء اكيد لازم، الطبخ هذا شيء اساسي يعني، لازم الطبخ باشراف الشباب معي الله يعطيهم العافيه. انت اللي تطبخ؟ اي انا اكلم. ما شاء الله، طبختوا ولا توكم عشان نتعرف على الطبخه اللي عملتوها؟ لا طبخنا الله يعطيك. ايش طبختوا ما شاء الله؟ طبخنا المضغوط وطبخنا السريق وطبخنا الاكل السعودي. نبي لجنه التحكيم تقول لنا شلون المضغوط؟ شلونك؟ نتعرف عليك. ياسر. شلون المضغوط؟ زين. زين؟ زين. ما في مجامله؟ اكيد. شلون المنطقه معك والاجواء الحلوه والامطار؟ والله زينه. مبسوطين؟ مبسوطين. كم تقعدون يوم ما شاء الله؟ يمكن نروح الخبيس نقعد كذا 4 ايام كذا. ما شاء الله تبارك الله. طيب انت جاي اليوم سكيلاين، اكيد بتلعب في الالعاب، اخترت كم لعبه بتلعب؟ عينت الالعاب ولا توك؟ لا نشوف الالعاب اللي تعجبنا ونلعبها. طيب علمني شلون الزحليقه ذي؟ والله تخوف. تخوف؟ اوكي. تخوف الواحد ينزل من فوق وين يصمخ هنا؟ اي يصمخ هنا على طول. روح بي. ان شاء الله تنبسط في الملاهي ان شاء الله. هلا بالشيخ، يا هلا، شلونك؟ بخير. شو اسمك؟ عودي. والله ونعم ما شاء الله، مبسوط في الملاهي؟ يلا علمنا، كم تذكرة أخذت إلى الحين؟ ولا توكم ما أخذتوا تذاكر؟ والله 5. أوهو حلو، يعني بتلعب الألعاب كلها إن شاء الله؟ الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله، باقي واحدة، باقي البنوتة، تعالي تعالي تعالي، تعالي هنا تعالي، ما شاء الله الله يحفظك، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. اسمك؟ رويدة. رويدة، شوفي نحن قلنا لهم عن الملاهي والألعاب، أنت عاد نبغاك تعطينا مشاركة. أي مشاركة تخطر في بالك، إيش رأيك؟ ما عندي مشاركات. طيب اذا انا بتحدى انا وياك، ايش رايك؟ طيب. تعرفين ان المنطقه هنا فيها فواكه ما شاء الله ولا؟ طيب اعطينا 3 من الفواكه اللي تعرفينها في المنطقه هنا. فراوله. ايوه. برتقال. خيار. ما شاء الله، بس الخيار هذا لا نبغى غيره، نبغى فاكهه. مانجا. الله عليك ما شاء الله تبارك الله، انت في اي صف ما شاء الله؟ ثالث بدخل رابع. يلا الله يوفقك ان شاء الله ودائما ناجحه ومبسوطين في ابها ان شاء الله، تمام؟ تعرف عليك. عبد الكريم سعيد القحطاني طال عمرك. من اي منطقه؟ من منطقه سرات عبيد الحرجه. والله ونعم، احنا ضيوف عندكم، نتعرف على الشيخ عادل ثابت القحطاني. والله ونعم، من اي منطقه؟ من الدمام يا ابوي. ما شاء الله تبارك الله، طبعا دليلك في المنطقه من؟ عمي. والله ونعم. ما عليك زول. وين وداك الى الحين ما شاء الله؟ كل مكان. السوده، الحبله، ابها، كل مكان. طيب
طيب انت من النوع اللي يروح يكشتون وعزبه و... ايه 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 شكلك تطبخ يا شيخ. لا والله على خفيف. من اليوم؟ العم العم. جنب نروح للعم مره ثانيه، شلونك طيب؟ الله يعافيك ويجمل حالك. وين وديتهم؟ وين بتوديهم في الايام الجايه؟ وديناهم لابو خيال، وديناهم يا طويل العمر مرحبين، وديناهم الواديين، وديناهم الحبله طال عمرك، تمشينا بعزبنا نحمد الله ونشكره. الله يديم نعمته علينا وعليكم ان شاء الله. على الاجواء الطيبه والمصافين اللي جايينكم من كل مكان ما شاء الله. شيء زين والله يحيي المصيفين، مرحبا ومسهلا في عسير، لا صيف الا صيف في عسير. شكرا. عفوا يا غالي. معكم بكل مناسبات مثل غيث قد هام. ومضت كبرق في السماء، نحن هنا نحن هنا. اللي تابع بداية هذه الحلقة كنا من غير هالجاكيت، لكن مع الأمطار والأجواء الباردة اضطرينا نلبس هالجاكيت. نحن هنا في خميس مشيط وفي أبها في سكيلاين بالتحديد. إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، نشوفكم بإذن الله تعالى قريبا في أمان الله. شعت كنجم في الدجا ومضت كبرق في السماء، عدستنا ملأت فضاء الإعلام من خير النما. نقلت لكم أبهى الصور، رصدت لكم أسمى العبر، رسمت طموحا باذخا ولشاشة المجد تاما. ها نحن قد جئنا هنا، في كل مؤتمر سنة، معكم بكل مناسبات مثل غيث قد هام. شعت كنجم في الدجا ومضت كبرق في السماء، نحن هنا نحن هنا.